فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الشخص يبيع في بقالة عنده يبيع الدخان، فهل كل مكسبه حرام أم هو مختلط؟ لا، يحرم بيع الدخان، أما ما عداه من الطيبات فلا مانع. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز مقاطعة هذه البقالة التي تبيع الدخان والدعوة إلى ذلك؟ يجب مناصحته عن ذلك، يقال له: هذا خبيث وحرام، ثمنه حرام، يناصح في هذا. فإذا لم يمتثل وكان في مقاطعته زجر له يهجر. نعم.